السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة عند ابو الدهب الاسد فيديو جديد بعروض جديدة، هيدي عروض لكل المتابعين جملة وقطاعي سعر واحد. احنا موجودين فين؟ في المسك الثاني جوهر القائد 26 عمارة التوخي، والعنوان كمان متصور في اخر الفيديو، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو ولينك التليجرام لو حابين تشوفوا كمان موديلات اكتر واكتر، هتلاقوها في اول تعليق مسبب. بس قبل ما ابدا الجولة انزلوا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، ونبدا الجولة على بركة الله. عرض جديد معانا، عرض الكام؟ 65. 65 جنيه، حاجة زي كده هتبقى ب 65 جنيه. جنيه. ايه الجمال ده؟ دي معانا هنا حمالة ولا دي؟ ده كم حمالة يعني. حلو قوي. شكله تحفة، وهنا حلقات برضو من هنا. دي في اللبس تبقى تحفة، وفي بوستر ليها صورة ليها؟ ليها صورة. ورينا الصورة كده في اللبس. عشان بس تبان معانا، ده شكلها، دي هتبقى عرض ال 65 جنيه. حلو قوي، الوانها كلها متاحه. تمام، ايه تاني؟ 65 برضو، دي 65 جنيه. حلو قوي قوي، شكلها تحفه، واللولي ده كبس ما يقعش طبعا. لا، حلو قوي، دي هتبقى ب 65 جنيه والوانها كلها متاحه. لا، 6-7 الوان. تمام، في الموديل في حاجه زي كده برضو، حاجه زي كده برضو عرايسي 65 جنيه. دي برضو هتبقى ب 65 جنيه. حلو قوي، تلبس حلو. تخفيضات من المصنع نفسه، تخفيضات من قلب المصنع. المصنع حلو قوي قوي، دي هتبقى ب 65 جنيه. المصنع ده مصنعنا احنا وتجهيزنا احنا، والوان كمان فواتح بتاعت العرايس، فواتح وغوام، وكل 6-7 الوان في الموديل. دي عامله كام برضو يا استاذ نشأت؟ 65 جنيه. 65 جنيه، تمام. ده برضو موديلات مختلفة. حلو قوي، والزبدة بتاعتها أثقل. حلو قوي، تمام. تاخد وتدي على الجسم، تاخد وضع الجسم. تمام، وضع الجسم. في حاجة زي كده برضو، بصوا حاجة زي كده، في حاجة زي كده 65 جنيه. حاجة زي كده هتبقى ب 65 جنيه برضو، الوانها كلها متاحة. حاجة زي كده هتاخدوها برضو 65. تمام، ب 65 جنيه. سعر الجملة. البيع بسعر الجملة. حلو قوي، 65 جنيه. تمام. اللي معانا دي حلوة قوي، هات البوستر بتاعها. عايزة تجهز عروسة. هات البوستر. بصوا حاجة زي كده شكلها تحفة قوي قوي بجد. في اللبس تحفة، بصوا اللي هي دي. دي هتبقى برضو ب 65 جنيه. انا عايزه اقول لكم الشغل من على الكم نفس اللي موجود على البوستر. بصوا ادي الشغل الكم بتاعها. دي في اللبس حلوه جدا، دي برضو هتبقى ب 65 جنيه. لكرة 95 جنيه دي. تمام، بتاخد وضع الجسم دي ولا ايه؟ وضع الجسم اهو. تمام، تلبس زي 3 اكس. تمام، ده عرض كام برضو؟ ده عرض 70 جنيه. ده عرض 70 جنيه. انا عايزه اقول لكم الورده بارزه. حلو قوي قوي، الورده بتاعتها بارزه، شكلها تحفه قوي. دي قلنا هتبقى بكام؟ دي ب 70 جنيه. دي هتبقى برضو ب 70. تاخد وضع الجسم. طب افردها لنا من فوق ياخد سكرين. بس الرص اللي عليها ما بيقعش. ما بيقعش، دي هتبقى برضو عرض ال 70 جنيه. تمام، الوان متاحه منها. في منها 6 الوان. بصوا ادي البوستر بتاعها في اللبس، شكلها تحفه. دي هتبقى ب 70 جنيه بس. تمام. في حاجه زي كده برضو ب 70 جنيه. حاجه زي كده برضو 70 جنيه، دي عرايسي. عايز اقول لك وفيها حلقان من هنا كده، شكلها حلو جدا. ومن الكم برضو بتاعنا مختلف، ومن تحت برضو حلو قوي، ده يعتبر زي كاش كمان. وده البوستر بتاعتها برضو في اللبس. بص البوستر بتاعه في اللبس تحفه قوي، ده قلنا هيبقى عرض 70 جنيه. تمام، في حاجه زي كده برضو مقاسات خاصه. ايه الجمال ده؟ 70 جنيه. حلو قوي، دي مقاسات خاصه هتبقى ب 70 جنيه. انا عايزه اقول لكم الورده 3D، وعارفين لو ما فيهاش الشراشيب دي كمان كانت هتبقى اشيك قوي يعني، ده رأيي برضو، قولي لي في التعليقات. حلو قوي، الوردة دي مجزعة 3D، شكلها تحفة. دي هتبقى برضو عرض كام قلنا؟ العرض 70 جنيه. بصوا ادي البوستر بتاعها في اللبس، شكلها تحفة. حلو قوي، دي هتبقى ب 70 جنيه برضو. تمام، في حاجة زي كده برضو 70 حاجة جنيه. زي كده، ايه الجمال ده؟ ده كل ده شغل عرايس، مفتوحة على الكم، الكم واخد جبير ومفتوح من هنا ومكمل من تحت برضو، يعتبر مفتوح كله. حلو قوي، ده عرض 70. ده عرض برضو 70 جنيه. تمام، البوستر بتاعها، بص البوستر بتاعها في اللبس يبان اكتر. ده عرض 70 جنيه، شكلها تحفه. تمام، ودي برضو 70. بصوا حاجه زي كده برضو هتبقى 70 جنيه بس. انا عايزه اقول لكم الشغل كله يعتبر من على الكم، هي سيمبل خالص، شغلها كله من هنا من الكم ومن فوق الكرانيش دي بس، وهي سيمبل جدا دي.
تمام. ممكن تورينا البوستر؟ بص عشان تبان معانا في اللبس، ادي البوستر بتاعها زي ما انتم شايفين كده، حلو قوي. دي قلنا عرض 70 جنيه. تمام. نبدا معانا عرض تاني برضو. عرض الكام ده؟ ده عرض 85. ده عرض 85 جنيه، حاجه من زي كده، حمالات وكم. دي هتبقى ب 85 جنيه بس. 85. تمام. الكم زي كده، الكم بتاعها زي ما انتم شايفين كده، حلو قوي. والخامه انا بعتمد بس امسك لكم الخامه يعني، حلو قوي. دي هتبقى قلنا بخمسة وكام؟ دي 85. 85 جنيه. تمام. البوستر بتاعها في اللبس، بص البوستر في اللبس شكل تاني خالص، حاجه زي كده هتبقى ب 85 جنيه بس، شكلها حلو قوي. تمام. ده برضو حاجه زي كده برضو، الجمال ده بره ب 100. بص انتوا جايبين لنا الاسود ما بيبانش قوي في التصوير، كنت فتح لنا شويه عشان نوريهم الجمال اللي تحت ده. الجمال ده بصوا شكله تحفه قوي قوي، هوريها لكم برضو على لون تاني. ده بره ب 105. عندنا ب 85 جنيه. ب 85 جنيه. انا هوريكم افرد لنا اللون التاني مع الاسود كده. قرب لنا بس الفيديو. ده برضو بصوا شكله تحفه، عرايسي قوي، يمشي كاش ويمشي لانجري، يمشي عبايه بيتي، شكلها حلو قوي. فستان كمان. قلنا عامل 100 وك... آه خمسة وكام؟ 85. 85. 105. بره 105. بصوا هنا ده هتاخدوه ب 85 جنيه بس. 85. حلو قوي. 85. تمام. الوانه كلها متاحه. ست الوان. تمام. شوف الصورة. ده حاجة برضو ب 95 جنيه. حاجة زي كده ب 95 جنيه. بس عايز أقول لكم واخدة كلفة هندي، حلو قوي قوي. تمام. والخامة بتاعتها حلوة جدا برضو. تمام. حاجة زي كده برضو. عاملة كام برضو؟ 95 جنيه. 95 برضو. واخدة برضو كلفة هندي من هنا، والشغل من على الكم زي ما انتم شايفين كده. تمام. دي برضو هتبقى 95. 95 جنيه. تمام. في ست سبع الوان منها. تمام. دي برضو تعتبر زي السمرة بس المنقوشة بتاعتها. بس صح كده؟ عاملة كام دي؟ 95 جنيه. 95 جنيه. حاجات عرايس. ده اللي من فوق كده يا استاذ نشأت. حاجة زي كده هتبقى ب 95 جنيه بس، حلو قوي قوي، ألوانها كلها متاحة. حاجة زي كده برضو. حاجة زي كده برضو. دي تبان في اللبس أكتر على فكرة، تبقى حلوة جدا جدا. دي عاملة كام برضو؟ 95 جنيه. 95 جنيه. بصوا البوستر هوريه لكم، دي شكلها في اللبس 95 جنيه. تمام. هنبدأ مع بعض عرض البيجامات برضو. عرض حاجة زي كده تمشي لانجري وتمشي بيجامات بيتي، حاجة زي كده. فاد لنا كده، ده عرض الكام ده؟ ده 65. دي هتبقى ب 65 جنيه. أنا عايزة أقول لكم البرا بتاعتها بوش، يعني مبطنة، حلو قوي. دي زبدة برضو في اللي هو الأورجانزا يعتبر، حلو جدا. دي هتبقى 65 ودرجات ألوانها كلها متاحة موجود. صح؟ تمام. كلها موجودة. تمام. بتلبس مقاسات برضو. بتلبس معانا، لا زي عرايس. اه عرايس. عرايس، تمام. والبنطلون برضو متطعم معانا من نفس شكل الجاكيت، حلو قوي. تمام. في إيه معانا تاني؟ في حاجة زي كده تاني 65. دينا البوستر بس، أي واحدة فيهم اللي هتتفتح. بصوا حاجة زي كده برضو هتبقى ب 65 جنيه. طب افرد لنا معاه البنطلون الأول. أنا أي حاجة. بصوا حاجة زي كده هتبقى 65. ده البنطلون، قرب لنا بس كده. دي أهي، دي هتبقى بكام برضو؟ دي 65. 65 جنيه برضو. تمام. ماشي حلو. البرا برضو مطبطين، واللولي كابس، واللولي على البنطلون كله. دي برضو هتبقى 65. تلبيس عرايس، انا عمال انبه بس. الوانها موجوده، الوانها كلها متاحه 65 جنيه. تمام. في عندنا ديت، في عندنا حاجه زي كده برضو عرض برضو 65. 65. 65 جنيه. بصوا شكلها برضو، شكلها حلو جدا. هنا برضو متطعمه معانا بالتل زي كده زي ما انتم شايفين هنا، والبنطلون جاي من تحت بكوليش برضو، حلو قوي قوي. تمام. ده برضه هيبقى عرض ال 65 جنيه. تمام. معانا البوستر ده برضه، حاجة زي كده. ده برضه عرض الكام ده؟ ده 65. 65. تمام. افرد لنا بس الجاكيت. دي تعتبر كم، وحاسة مقاسة مرتاح. كم يعني تلبيس، حلو قوي. دي برضو هتبقى ب 65 جنيه. 65 جنيه. الوان متاحه منها. الوان موجوده، ست عشان هو جايب لنا بس الكافيه. ست سبع الوان منها وعامله 65 جنيه برضو. تمام. ودي شكل الوانها في التلبيس بس عشان تبقى واضحه معانا. هات لنا البوستر بتاعها. هتفرد اللي معاك الاول ولا ايه؟ طيب حاجه زي كده. دي برضو عرض كام؟ دي 65 برضو. 65 برضو. ده شكلها في اللبس. 65. بصوا شكلها تحفه قوي.
افرض لنا بنطلون عدل، دي برضو هتبقى برضو عرض ال 65 جنيه. 65. حلوه جدا. عرايس برضو حبايبي، لولي كابس واخده من هنا برضو جبير، حلوه جدا. تمام. الوان متاحه. كل ده درجات الوان متاحه. الموديلات اللي عندنا 6-7 الوان اقل حاجه. تمام. اقل حاجه 6-7 الوان. تمام. معانا ايه تاني؟ في حاجه زي كده عندي برضو. حاجه زي كده. 65 من القطن. المنقط ده تحفه في اللبس على فكره، دي برضو 65. 65. 65. حاجه زي كده. بتلبسها حلو برضو زي دبل اكس. دي هتبقى عامله 65 جنيه برضو، حلوه جدا. والخامه اللي هي الزبده برضو، كل خاماتها زبده. زبد. تمام. 65 درجات الوانها كلها متاحه. الوان موجوده. تمام. كلها بس منقطه النقط الابيض ديت. كلها منقطه الابيض ثابت، واللون اللي بيختلف اللي هو الجنزاري ده. تمام. كده خلصت جوله النهارده. العنوان بالتفصيل هسيبه لكم في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم رقم للاستفسار والتواصل موجود طول عرض الفيديو على الشاشه، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان. احنا واقفين فين؟ في قلب شارع بورسعيد قدام شارع الموسك الثاني اللي عملت لكم عليه زوم. ده الموسك الثاني على اوله كمان سنتر الروبي زي ما انتم شايفين كده على الشمال، وعلى اليمين هتلاقوا فرع كوتونيل. انا بصور لكم واديكم علامات مميزه. احنا واقفين فين؟ في قلب شارع بورسعيد في القاهره. هتوصلوا له ازاي؟ هتركبوا محطه مترو وتنزلوا مترو العتبه وتاخدوا باص او ميكروباص وتقولوا عايزين ننزل عند جامع البنات، هينزلكم تحت كوبري الازهر اللي انا عامله لكم عليه زوم دلوقتي ده، وده كمان المدنى بتاع جامع البنات زي ما انتم شايفين كده. انت هتقولوا له نزلنا جامع البنات، هينزلكم تحت كوبري الازهر اللي انتم شايفينه ده. هتفضلوا ماشيين الشارع اللي احنا فيه ده، اسمه شارع بورسعيد. هتمشوا فيه لحد ما هنوصل عند دخله الموسكي الثاني اللي انت شايفينها دي، هندخل فيها وهنوصل لحد 26 جوهر القائد، عماره الطوخي مشهوره جدا ومعروفه جدا هناك. للاسف ما عرفتش اصور بس الدخله لحد المكان عشان المكان كان زحمه. ده الاتجاه اللي جاي من العتبه. طب لو انتوا جايين بقى من محطه مترو باب الشعريه، هتيجوا من الاتجاه اللي انت شايفينه ده، هتفضلوا ماشيين من عند محطه مترو باب الشعريه لحد ما توصلوا ده كوبري المشاه بتاع شارع بورسعيد، مشهور جدا برضو في شارع بورسعيد. انا بحاول اديكم علامات مميزه. ده الاتجاه اللي جاي من اول مترو باب الشعريه. هتفضلوا ماشيين برضو لحد ما هتيجوا هنا عند دخله الموسكي الثاني، وهتوصلوا ل 26 جوهر القائد عماره التوخي. ما تنسونيش في اللايك واشوفكم على خير.